مشاهدي قناة شوف تي في، مرحبا بكم في هذا المباشر من طنجة، ومعنا حالة إنسانية لأسرة في حي مسنانة، حي اللي جرى عليهم مضطر، وهذه السيدة حامل في شهرها الرابع، تعرضوا للطرد من المنزل بعدما أدوا شهرين ديال الفراء. هذه الأسرة تعرضت لهجوم بواسطة السلاح الأبيض حسب قولها على يد أقارب مضطر. إذا باقي التفاصيل غادي نعرفوها مع المعني بالأمر. تفضل احكي لنا كيف وقعتكم بالضبط. السلام عليكم، أهلا وسهلا مبروكة خوتي المغاربة. أنا بغيت غير نعرف واش هذا الكرا هذا اللي كاري عند السيد وما خلصتش بهاد الشهرين هادي، واش من حقه يدخل لي للدار يصور التليفون ويقول لي راه أنا من النيابة العامة وغادي نصيفط أمك اللي حبست بعامين وخوش بنت الشفرة على المرأة ديالي وكيضرب فيها، داخل لي للدار وسد عليا السوارس ومرأة حاملة، دابا واش من حقه هادشي هذا؟ إلا غيخويني من الدار يخويني، ولكن ما يهددنيش أنا يقول لي غادي نصيفط بعامين الحبس. عامين الحبس علاش عامين؟ لا تخلي هو يهضر على الله كي واش فيه. هو قال لك غيصيفط لي بعامين ديال الحبس حيت أنا ما خلصتش الكرا، وقال لي غادي نجيب لك المرأة. شحال القيمة هاد الكرا؟ ها القيمة هاد الكرا 1600 درهم. لقيت تخلص ملي جات كورونا بقيت الخدمة ما خداش، عندي نجيب لك تدير معايا كونترا بحال الناس، شي ورقة تسالني تسالي شي كورونا ورزقك نعطيها لك، قال لي غتخرج بحال هكا دابا، ملي جيت غنجمع الحوايج تهجم علينا الدار هو وخوتو وامو وجاو جيران اخرين، ملي بداو كيتغاوتو معانا خرجنا الزنقة جراو علينا الزنقة، جبد علينا خوه الشفرة، جاو الجيران بداو كيضربو فينا، جاو خوت هاد المرأة تمايا باش غادي يحاميو عليها، صدقو الناس كلشي دابا قال لك حنايا اللي معدي، حنا بوليداتنا كتعدو على الناس. عندك عندي جوج بوليدات، عندي لبس كاس ومرا حاملة في الشهر ديال الرابع، وخوك موياوي كتكون شي خدمة، حنا خدامين بحال المغاربة كاملين، ما كاينش راه ما كاينش، راه كان كيتخلص نهار اللي جات كورونا ما بقى والو، ما عندنا والو، والله يكثر خير على اللي دار. وهذوك الناس اللي كارهين للناس كنتمنى من المغاربة كاملين، هذه هي الوقفة فين يوقفوا، هذه هي فين يوقفوا مع الناس. دابا أنت جالس ما خدامش، ما عندكش ما عندي ما ما أنا كل ما عندي. يعني شهرين 1600 درهم. 1600 درهم. هاي مشيت للطبيب باش ندير شهادة الطبية للمرأة، ما عندي حتى باش نخلص، هذا كيعرفوا الناس المغاربة كاملين هنا، جراتويت عند الطبيب. الجمعية الطبية ما كانش يعطينا الوقت. البارح حديت معايا السلطات المعنية في الحومة، طلعوا معايا لتما، هيا وما يدقوا على الجزار، قال لك ما كاينش. جيت لعندهم مورا المغرب بقيت جالس، قالوا لي راه غادي يجي السيد المعني بالأمر، بقيت كنتسنى حتى العشرة الليل ما جاش، قالوا لي سير بحالك داكشي كاين الوكيل المالي. أنا دابا ولادي أنا مشيت مع عند النساب ديالي، ما عندي ما ناكل، غير حوايجي خصني ندخل باش نهزهم، كتوبة ديالي باش كنقرا، بزاف ديال الحاجات عندي تمايا. ما بقيتش بشاف ديال الزنقة تما ومراتك وجوج ديال الولاد. ولادي راه ما عند النسيبة. أنت باش مشيت للطبيب باش تشد دول المرأة ما عندك. والسيد قال لي راني خدام في النيابة العامة وغنسيفط أمك للحبس. وعندي تصويرات بأنه فيديو بأنه جابد عليا الشفرة هذا، واش النيابة العامة كتشير في الشفاري على عباد الله؟ أنا عارف غير هذه كانت النيابة العامة كتضرب عباد الله في الشفاري في طنجة، غنبدل البلاد أنا ماشي بحال. أنا شوفوا الزوجة ديالك كذلك اللي كتقول في هذا الموضوع. السلام عليكم. واش تعرضتي تاتي للضرب قلتي؟ ضربوني أنا، ضربوني راه عندنا في الفيديو كاع شانق عليا خو، هو هز الجنوية جاي لراجلي هاجم عليه، كيقول والله حتى نقتلو، غادي نهلي نقتلو. انا ما عرفت شنو ندير، انا حامله في 4 شهور ما عنديش حتى باش ندير، هما مشيت دابا لكم تقول للراديو ما عنديش حتى باش نديرو، ما عرفناش 40 درهم ديال الصندوق ما عنديش، مشيت طلبتهم باش عطاوني ديك الورقه ديال جراتويت باش دخلت، ما عرفنا ماش نديرو اخوتي المغاربه، حنا كنطلبوا ربي كنطلبوا سيدنا هو اللي يعاوننا هادشي، والسلطات ياخذوا لنا حقنا. هادشي فين وقع؟ شمن حومة؟ مسنانة؟ مسنانة، مسنانة ما عندنا، انا ساكنة غير هنا دوك ما عندي فين نمشي، شهرين هادي وما عندي باش نخلص، مقطوع عليا الما، مشي سديت ولادي عن ماما، هما باش ماما ندير لهم، انا جالسة مع راجلي في الدار، إلا جاب لي قريعة الما كافية أنا وياه، ولادي خليتهم مع ماما، حتى صحاب دارنا دراوش ما عندهمش زعما باش يعاونوني يخلصوا لي الكرا ولا، وحنا كنترجاو ربي ونترجاو سيدنا ونترجاو الشعب كامل يوقف معنا في هذه المحنه ديالنا وصافي. وانتوما جوج ديال الاطفال بقيتو مشردين ما عندكمش الا وانا حامله وشدوا لكم الباب وخرجوا لكم. حيدوا لنا السارو، حيدوا لكم السارو، حيدوا لنا. وجات السلطه قال لكم دخلوا. السلطه ما يوم يتفقوا دخلوا الجيران الفوق قالوا عطينا غير النمره ديالو، قالوا ما عندناش. السلطه قالت لي خصك تمشي للوكيل، هنا ما يمكنلاش ندخلوا، ما عندكش السوارات ما عندنا والو. ضروري داو لك السوارات، داو لك السوارات دابا، هو قال لي غنسيفط امك بعامين د الحبس، يعني من حقه يروح اي حاجه تما يدير اي حاجه،
ياخذ راحته. راه فين تتصلوا هما والناس يتقدموا لكم مساعده؟ شنو الرقم يعيطوا لكم؟ النمرة دابا نتوما كتستنجوا بالقضاء باش توقف معاكم وترجعوا. هذا السيد قال لك سيفطنا للحبس، حنايا نيابه عامه وعنده وجاب علينا الشفره وسيفطنا للحبس، قال لك هو نيابه عامه وقادر يسيفطني بعامين للحبس وثلاث سنين، هو عارف شنو كيدير. وحنا هي الناس دراوش ما عندناش شي باش تنكرو، مثلا كان عندي دابا باش نكري ما عنديش، والله ما عندي ما عندنا باش نكرو، ما عندنا ما عندناش شي الصراحه. بالله طلبنا ربي وسيدنا والشجاع ديالنا والحكومة ديالنا هما اللي وقفوا معانا، ما عنديش ما عطاناش حتى مهلة. البارح وقف عليه هو وخوته قالوا دابا خرج من الدار، ما عنديش فين ندي حوايجي. الدار ديالنا هي دراوش مسك، وكان عندي فين ندي وندي عندهم حوايجي ونصبر حتايا انا، ما عندناش والله ما عندنا. اما تنطلبوا ربي وسيدنا وصافي هادشي اللي عندنا. من قبل نزيد واحد الملاحظة، واحد الناس الجيران ديالو جاو دخلوا علينا حتى هما كيضربوا. واش من حق الجار يجي يحامي على واحد اخر في الكرا حيت ما عنده باش يخلص الكرا؟ واش الجار واش عار الجار على جارو؟ ولا تبيهم شكايه هاد الناس اللي يجبروا عليك التصوير؟ انا مشيت ما كاينش اللي خدمتني، ما عنديش انا ندير شكايه. الوكيل قالوا لي خصك تمشي تفاكسي في الكوميساريا، قالوا لي خصك شي الدائره قدم بهم شكايه، قالوا لي كتب شكايه بيديك وفاكسيها للمحكمه. وانا غادي نكتب شكايه بيدي اليوم انا نوجد الشواهد الطبيه وغادي نفكسيها. لا انا حتى عندك النزاع مع مولطه، الجيران ما عندهمش الحق يدخلوا ويضربوا. الجيران دابا ضربوا خوف خلهم عملوا هجموا علينا كاملين بهم، الاب وجوج ديال الاولاد وعزاره كبارين. اذا كتمنوا النداء داكم وصل المسؤولين وتفات التحقيق في هذه النازله وترجع الامور الى نصابها. مشاهدينا الكرام شكرا على تتبعكم هذا المباشر، نلتقي في مباشر اخر من طنجه.